هلو، اسمي أورو كاجينا وأنا هون تساعدكم بالدورات تبع البروفي. اليوم رح نحل الـ 2015 اكزرسيس 2 بالفرنسي، بس زيت الفيديو بتقدروا تلاقوه بالإنجليزي. رح نبلش، فيكم تعملوا سبسكرايب كرمال تشوفوا كل الفيديوز الباقيين. إذا شي دورة ما لقيتوها حكوني على الكومنتس وأنا ببعت لكم اللينك. Le but de cet exercice est de montrer que la résistance d'un voltmètre a une valeur très grande. لأنه الفولتمتر إذا بتطلعوا فيه بالصورة اللي هي الفيجور 2 شغلته إنه يقيس شو عم بيصير بالريزيستانس 2، هو بس بيقيس، يعني مثل مثلاً إذا واحد رسم مثلاً سيجمان على الورقة وبده يقيسه هو طوله 4 سنتيمتر، بيجيب مسطرة، إن شاء الله المسطرة صغيرة أو كبيرة، حيقيس 4 سنتيمتر، فالفولتمتر نفس الشيء عم بيقيس الداش تنسيون تبع الـ R2 بهيدي الحالة، لأن هي entre le point C et le point D اللي هن البورن دو R2. فهو شغلته يقيس الداعي للـ R2 من دون ما يسرق منه كوران. يعني مثلا فرضا طلع من البطارية 10 أمبير، لازم كلهم يمرقوا بالـ R2، ما ينقسم النهر ويمرق شيء بالفولتمتر. يعني الـ E تبع الفولتمتر بتكون كتير كتير صغيرة، والـ E هي inversement proportionnel مع الـ resistance. لازم الريزيستانس تكون كتير كتير كبيرة، هيدا هدف البروبلم، أوكي؟ لكن شو عطيوني هيك لنقرا البروبلم؟ Pour cela, on réalise le circuit de la figure 1 comprenant en série le générateur maintenant entre ses bornes une tension continue constante UPN égale 12 volts. Donc, générateur 12 volts, UPN 12 volts. Un ampèremètre A de résistance négligeable. ليش نيجليجابل؟ لأنه الأمبيرمتر شغلته يقيس الكوران. الكوران بنحطه أون سيري للأمبيرمتر، بينما الفولتمتر بنحطه أون باراليل مع الكومبوزانت اللي عم نقيسها. الأمبيرمتر شغلته يقيس الانتنسيتي دو كوران أمبير، بينما الفولتمتر شغلته يقيس الفولت، يعني التنسيون أون فولت. الأمبيرمتر عم بيعد الميات اللي مارقين، لأنه أنا دائما بحب أتخيل إنه الانتنسيتي هي مثل نهر ومارق. فإذا طلع من البطارية أن سارتان كوران رح يمرق بالآر 1 وبالآر 2، بما أنه أن سيري رح يكون ميم انتنسيتي بارتو. يعني هيدا الأمبيرمتر عم بيقيس الانتنسيتي اللي مارقة بالآر 1 وبالآر 2. لو فرضا عندكم نهر مارق حيمرق فيهم كلهم هن زيتهم، ما انقسم النهر. أوكي؟ دونك الأمبيرمتر عم بيقيس الكوران اللي طالع من البطارية واللي مارق بالآر 1 واللي مارق بالآر 2 ميم انتنسيتي بارتو. ليش الريزيستانس نيجليجابل؟ لانه ما لازم يصرف كهرباء على حاله الامبيرمتر. اوكي، ريزيستانس نيجليجاب اذا الار زيرو، معناتها الاو كمان تبعيته شو راح تكون زيرو، كانه هيك في الالكتريك. دو كوندكتور اوميك كمان عطيونا اياهم قد الفالور تبعهم دو ريزيستانس برسبكتيف ار 1 10 وار 2 20. الانتربتور، انا حابه احكي لكم شوي عن الانتربتور قبل ما نبلش هيدي الدوره. اوكي، الانتربتور، بس خليني امحي كل شيء هو للكتيبة اللي عملناه هون. اوكي، الانتربتور في يكون اوفر وفي يكون فيرمي، كا اوفر وكا فيرمي. شو معناتها الكا اوفر؟ يعني هيدا الانتربتور اللي موصول على بطارية فاتحينه، عنده بورن ديزون انه هو واصلينه على بطارية بي ان، عندها بوزيتيف ونيجاتيف، بورن بي بورن ان. فهون هذا كله في الالكتريك، فهيدي كمان بي وان. البطاريه هي اذا بدكم السورس، يعني اذا البطاريه هي 12 فولت كمان الانتربتور حتى اذا كان اوفر، اوكي، رح يكون كمان 12 فولت الاو تبع الانتربتور، يو دو الانتربتور. بينما الاي شو رح تكون؟ بما انه الاي هي النهر، ما في ولا نهر رح يطلع لانه منه سيركوي فيرمي، دونك الاي راح تكون زيرو. دونك الاي راح تكون زيرو. بينما وقت بيكون الكا فيرمي، اوكي، الكوران ساعتها راح يمرق. دونك ديزون هيدا الكا اي اون لو فيرم، يعني وصلنا هيدي بهيدي، صار في يمرق الكوران لانه مسكر الطريق. دونك سيركوي فيرمي يعني الاي اكزيست. شو بعرفني انا 5 امبير 10 امبير، شو بعرفني؟ بينما الاي شو راح تكون؟ بما انه هيدا في الالكتريك، اذا هيدا البوان اسمه بي، هيدا البوان اسمه بي، هيدا البوان اسمه بي، كله في الالكتريك، لكن صار تقريبا اي بي بي يعني زيرو لانه في الالكتريك. دونك وقت بيكون كا اوفر ولا فيرمي دائما في حدا زيرو.
يا بتكون الاي زيرو وقتها بتكون كاوفر لانه النهر ما في يكرج، الكهرباء ما فيها تطير بالهواء، اوكي؟ يا اما وقتها بيكون فيرمي بيكون الاي هي اللي زيرو، بينما الاي بيكون عندها فالور، اوكي؟ حامحي كل شيء، فيكم تاخذوا سكرين شوت لانه هلا بدي ارجع على البروبلم. 1 2 3 يلا. La tension UPB au borne de A est nulle. Laisse la tension au borne de l'ampère UBA y est mine. UPB, pardon. UPB. Au borne de A. UPB, elle a une résistance négligeable. OK? Yani, U, je vais vous dire, U égale R fois I. La résistance 0. Ou, je vais vous 0 بالآخر. Donc, U, تبع l'ampère mètre 0. مشان ما تسرق تنسيون من البطارية اللي هي الأمبرمتر كمان شغلته بس يقيس، ما لازم يتدخل بالفالور، ما لازم يكون عنده U. La tension UDN au borne de K est nulle. كمان ليش؟ طلعوا فيه للك il est fermé, on ferme l'interrupteur K. يعني الـ U شو بها؟ كأنه فيه الإلكتريك مثله مثل هون، من D لهيدا البوان أو من هيدا البوان للآن، هو كله فيه الإلكتريك، يعني الـ U تبعه للإنتربتور شو بها؟ زيرو. والاي تبعه للامبيرمتر شو بها؟ زيرو، لانه دو ريزيستانس نيجلي جاب، يعني اثنيناتهم كانهم في الالكتريك عادي. اون ديدوير كو يو بي ان ايجال يو بي دي. نحن يا جماعه هون بما اننا ان سيري بدنا نشتغل لوا داتيفيتي دي تنسيون، يعني طوابق. الكهرباء بتفز من البوان للبوان، اوكي؟ يعني فرضا البي هو اعلى نقطه، اذا بدنا نحكي طابق بي بده ينزل على الطابق بي. ليكو لاحظوا الحقوا البوانات P, B, C, D, N. بيرجع بينزل على الطابق C، بيرجع بينزل على D، بيرجع بينزل على N اللي هو الطابق 0. أوكي؟ فتخيلوا في الواحد دغري يفز من البي للN، كيف؟ إذا راح عن هذا الطريق من البي للN فوق البطارية. أو في يروح على الطريق الطويلة اللي هي بيقول UPN إيجال UPB بلس UBC بلس UCD بلس UDN. أوكي؟ بس لاحظوا هن السي ما جابوا سيرتها، فزوا دغري من البي للدي، من البي للدي، اوكي؟ دونك بنقول له يو بي ان ايجال بلش بالبي وبدي انهي بالان، يو بي بي بلس يو بي ان بلس يو بي ان بلس يو لا كيف سوري انا قفيت وحده يو بي دي دونك يو بي بي بيرجع يو بي دي فينا نفذ ديريكت من البي للدي بيرجع اخر وحده هي يو دي ان. اليو بي بي اذا بتطلعوا على الصوره هي مين؟ هي الامبير متر. شو نحن قلنا عنها؟ نقطه الي زيرو، واليو دي ان هي الانتربتور فيرمي يعني زيرو اجان. دونك يو بي ان ايجال يو بي دي، بينجو ظبطت معنا. اوكي دونك طلع 0 بلس يو بي دي بلس 0 بتطلع يو بي دي كلها على بعضها. اوكي برهنها. كالكولي لا ريزيستانس ار او دو كوندكتور اوميك اكيفالون ار 1 اي ار 2. او نحن اكثر شيء بنحب السري لانه اهين شيء فورمول تبعه الار اكيفالون ايجال ار 1 بلس ار 2. لو انه ان ديريفاسيون ان باراليل كنا مضطرين نعمل 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 الفورمول الغليظه. الحمد لله هون زمطنا. دونك بقول له 10 بلس 20 لانه هن عاطيني بالدوني الار 1 والار 2. دونك بقول له 10 بلس 20 سادون 30 اون. كالكولي لانتنسيتي دو كورون. هلا نحن لازم نعمل صوره، هن ما طلبوا بس لازم نعمل صوره. انا برايي انه عند الجنراتور وعند ريزيستانس ايكيفالونت ار 1 اي 2 ار 2 رح سميها ار او انا. هيدا الريزيستانس اللي بتطلعوا هي انتر كال دو بوان بي اي ان. انا ما كتير بيهمني الامبير متر، اوكي؟ ما رح شيله اصلا، هو اذا حطيناه ولا شلناه ما المفروض يغير شيء بالسيركوي. دونك مين الكومبوزانت المهمين؟ هن ار 1 اي ار 2 انتر كال دو بوان هن موجودين انتر بي اي ان. كالكولي لانتنسيتي اي دو كوران دون لو سيركوي. اذا اشتغلتوا على الفيجور 1 مزبوط، واذا اشتغلتوا على الصوره اللي انا رسمتها كمان مزبوط. دونك انتم بتنقوا اللي بيريحكم. اوكي كيف بنلاقي الاي؟ اون دوا ابليكي لا لوا دوم يو ايجال ار فوا اي، يو ايجال ار فوا اي حسب.
اي U اي R واي E. مثلا اذا جيتوا لتجربوا الفيجور 1 بيطلع لكم U B C. ليش نحن معنا ال U B C يا جماعة؟ لا، اذا بتشتغل على الارقام ما بتزبط، ما في داعي بقى كفي، يعني ما في داعي اقول له U B C إيجال R A F E. اذا جينا لنشتغل على الاردو كمان ما بتزبط لانه ما معي ال U C D. بينما اذا بشتغل على الار او بقول له هي انتر بي اي ان، دونك جي جو بو رامبلاسي هون بي ان، معي اياها هن عطيوني اياها البطاريه 12 فولت ايغال اي ار ار او فوا اي كوران اي اللي عم برم عليه. هيدا الصوره اللي بالازرق هي بسموها ار اكيفالونت للار ان ار 2. شو معناتها اكيفالونت؟ يعني مثلا اذا معلمه الفرنسي غابت بتجي معلمه فرنسي ثانيه تجي محلها. ليه؟ لانه عندهم زيت الشغل، اثنيناتهم بيعلموا فرنسي. نفس الشيء هون سميناها R equivalent لأنه هي ال peut remplacer R1 et R2 وما يغير شيء بالسيركوي. دونك هيدا الـ E اللي بالصورة الزرقاء هو ذاته الـ E اللي بالصورة figure 1. أنا بدي لقي للـ E، إذا عجتني الـ R2 باخدها لتاني مال كان تفوى شو بتصير؟ ديفيزي، بقول له UPN ديفيزي بار R2. قديش الـ UPN؟ 12 فولت. قديش الـ R2؟ 30 أم. 12 divisé par 30. On peut simplifier إذا بدكم. بس هيك لنعجل ونعملها على الكالكولاتريس. اوكي بتطلع 0.4 امبير. امبير امبير لأنه الانتنسيتي بالامبير. كثير منيح. وين صرنا؟ مونتري كو يو سي دي ات ايغال ا 8 فولت. طلعوا الـ يو سي دي هي بالصورة الزرقاء ولا بالصورة الفيجور 1؟ الفيجور 1. اوكي دونك بور تروفي الكيستيون نمبر 6 رح حلها هون، بقول له جابليك على فيجور 1 للوا دوم اللي هي يو سي دي ايغال مين الريزيستانس انتر سي اي دي ار 2 فوا الكورون اللي لقيناه قبل شوي فوا انا رح احطها نقطه فوا الاي اللي لقيناه قبل. ليش الاي بالصوره الزرقاء هو ذاته الاي اللي هون؟ لانه النهر هو ذاته اوكي اتفقنا انه هي ايكيفالنت، معناتها رح تسحب كهرباء قد ما الارقام والاردو عم بيسحبوا كهرباء. دونك الاي اللي لقيناها قبل شوي هي ذاتها الاي اللي بالفيجور 1. دونك بور تروفي يو سي دي اون ملتيبلي الار 2 هي هلا جبناها معنا اياها 20 ام و كوران هلا جبناه 0.4 بتطلع كلها على بعضها 2 فوز 20 فوز 0.4 صافي 8 فولت. لكن هي بعلمي عم بتفز من البي للأرض 12 طابق، فزت من البي من البي للسي. طبعا هون ما في فرق طوابق بين البي والبي لأنه البي والبي هن ذات الارتفاع، بما أنه نحن قلنا أنه الأمبيرمتر الـ U تبعه زيرو. مين كمان ارتفاعه زيرو بين الـ D والـ N؟ يعني actually الـ D والـ N هن ذات الشيء ذات الارتفاع. اوكي انا ما كنت موافقة كثير بالانالوجي، كان لازم صفر الطابق ده وما حط فرق بين البي والبي. anyway يعني هو قديش فز من البي للسي ما بنعرف، بس من السي للدي هلا جبناها 8 فولت، يعني هون في 8. هلا نرجع نعمل رسمه ثانيه، لكن بي بي والبي ذات الارتفاع، رجعنا من البي للسي فزينا ما بنعرف قديه، من السي للدي في 8 فولت من طوابق، والدي والان هن ذات الارتفاع. اوكي طب قد ايه بفضل اذا هيدي كليتها دوز اوريدي في الزينه 8 قد ايه بيبقى لها للبي سي؟ على هيك رح يسالنا. دونك لقينا ال 8 اون برانش انتر سي اي دي ان فولت متر اسيميلابل ان كوندكتور اوميك دو ريزيستانس ار. الانتنسيتي اي بريم دو كورون ترافيرسان في vo i prime égal le code de chose actuelle 0,01 milliampère already le milli هي شيء كثير صغير. Sachant que la tension UCD vaut toujours 8 volts, calculez la résistance R du voltmètre. Donc entre C et D بعرف ال U. Donc le U CD égal فيها تروح الكهرباء يا اما بالR2 يا اما بقلب الفولتمتر، حينقسم الكورون ما هو طلع من هون E وجبناه قد ايه طلع 0.4 امبير مش ملي امبير 0.4 امبير يعني 400 ملي امبير. دونك هون في اي
وصل الاي بده ينقسم لاي واي بريم، لكن هيدي في سميها اي مو اي بريم، لانه اللي فايتين قد اللي طالعين. دونك خيلو نهر كبير واصل على البوانسي اسمه اي، وراح منه شقفه اسمها اي بريم، اللي بضل هو اي مو اي بريم. اوكي شو عم بيقولوا لي؟ اون بو ابليكي لا لوا دوم يا اما على الريزيستانس 2 يا اما على الفولت متر. قلت له نعملها على الفولت متر، بقول له ايجال الريزيستانس تبعه للفولت متر رح سميها ار فوا الانتنسيتي اللي مرقه بالفولت متر اي بريم. معنى اياها هي 0.01 ملي امبير، يعني 0.01 فوا 10 موان 3 اللي قدش صغيره، اوف كثير صغيره امبير. دونك جو رامبلاس دون لا لوا دوم، بقول له الاي سي دي انت قلت لي انه 8 فولت بالبارتيل قبل هيدي ايغال ار و 0.01 ليه انا حاطه 0.1 0.01 اوكي 0.01 و 10 موان 3 تاخذوها لتاني ميله الفوا شو بتصير دي في زي. المهم على فان فو تروفي كو ار ات ايغال 8 ديفيزي بار هيدا الرقم الزخطور 0.01 و 10 موان 3. هون وقتا بتكون تحطوه على الكالكولاتريس مجبورين تحطوا بارانتيز للدينوميناتور تتفهم منيح الكالكولاتريس عليكم انه كل هول الارقام هن دينوميناتور. بيطلع الرقم كتير كتير كبير لانه بس نعمل ديفيزي بار رقم صغير بيكبر الرقم. في عندي صفرين هون وثلاثة فبيبين خمس صفورة يعني 800 ميل فولت. فولت ولا ام؟ لك انا عم غلط بالانيتي. دونك الريزيستانس بشو بيقيسوها؟ بالام. اخر سؤال ان ديدوير كو لا فالور تروفي بور ار كوريسبون او بوت دو ليكزرسيس. طلعوا بالبوت دو ليكزرسيس اي دو مونتري كو لا ريزيستانس دان فولت متر اي تري جراند 800 ميل ام. ان شاء الله كون كنت واضحه بالشرح. اذا الطوابق ما فهمتون ما في داعي تفكروا فيهم، فكروا بس انه الكهرباء عم بتفز من بوان لبوان اوكي، والفيل الكتريك الاي تبعيته هي زيرو اوكي. ورجعوا جربوا عيدوا البروبلم وحضروا مرتين وثلاثه تفهموا. جود لك.